إيش يعني؟ وإذا فشلت؟ وإذا انخذلت؟ وإذا تسكر في وجهك بدال الباب مليون باب؟ وإذا تركك الشخص اللي كنت حاطم فيه كل الظنون الجميلة؟ إذا نمت على كلمة أحبك وصحيت على حذر وتبحث عن الشخص ولا تلاقيه؟ وإذا 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 كل ألم في واقع حياتنا نعيشها، كل ألم لابد أن نقابله الرضا بما قسم الله وكتب وقدر لنا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هي آمنة مطمئنة تطبطب على أرواحكم وقلوبكم وخواطركم؟ ما استشعرتوا هذه المشاعر؟ راجعوا ذواتكم، ليه أنا مو قادر استشعر آية سمعتها؟ هنا في خلل بعلاقتي مع رب العالمين. ترى الحياة ما تتوقف، إذا غاب أحد عنك وإذا رحل أحد عنك، إذا صابتك خيبة أو صابك فقد أو فشلت أو سعيت إنك توصل شيء معين ولا قدرت توصله، الحياة حلوة وراح تكمل. الحياة ما لها ذنب في المشاعر اللي حنا نعيشها عند أي عثرة. الحياة والحياة والحياة، الحياة ما لها ذنب نهائي. وإذا غابت الآن شمس، بكرة بتشرق شمس. الحياة ما تتوقف، والحياة ما راح تظل إنك حزنت وبكيت وانعزلت. اطلع وانهض وقوم وشوف حياتك، لا تخلي عثرة واحدة توقفك. كن على يقين تام أن الله معك، يعلم ويرى ويسمعك، سميع قريب مجيب. على بالك إنه في يوم راح ينساك وهو بالأساس أصلاً ما سلى عنك. لا تخلون كل ماضي أنتم تعيشونه وكل خيبة وكل عثرة وكل مشاعر سيئة فيكم تخليكم تفقدون ألوان السعادة ورونق هالحياة. إحنا اللي قادرين نخلي من الحبة قبة، وقادرين نخلي من القبة حبة. عقلك في وعي وقلبك في ضمير حي، حكم الاثنين تسلك في حياتك وتعيش.